ورحمة الله وبركاته. في أسئلة طبعا بتوصل لي بخصوص إن بعد عملية القص بيلاحظ إن فيه موجود بقع صفرة أو بنية بهذا الشكل، طبعا يعني بتبان أكتر بعد القص في حتة إن حضرتك سبت التاي لغاية ما علا، دي حاجة. تاني حاجة ممكن عندي فيه عدة احتمالات، ممكن مرض فطري أو إصابة حشرية، أو عندي في حاجة تالتة لازم أتأكد الأول من الرشاشات. تمام، بنلاحظ هنا نشوف الأرض هل هي جافة ولا رطبة، مهم جدا عشان أتأكد إن واصل لها مية ولا لأ. يبقى لازم أفحص الرشاشات الأول، وممكن كمية المية غير كافية، والتالي لما بيعلى بيحجب المية والضوء، وبالتالي بيحصل اللون البني اللي احنا بنشوفه ده، لأن مفيش عملية تمثيل ضوئي بتتم، وبيضعف، وبنشوف احنا نحس ان احنا بنشوف التربه نفسها، وده غلط. تمام، يبقى لازم اشوف الرشاشات واتاكد ان الميه كافيه. برو 10 الساعه 6 الصبح والساعه 6 في المساء، المتر بيحتاج 10 لتر ميه يوميا. تمام، يبرو على مرتين، وممكن في الاوقات الجو الحار بروي رايه بالليل، ممكن الساعه 10 5 دقائق، يعني شئت للاجهاد الحراري. دي طبعا من الاسئله اللي بتوصل لي من المتابعين، فمهم جدا ان انا اتاكد لو في نموات. زي ما احنا شايفين في نموات حديثه موجوده، دي بقى على طول مشكله ميه، دي مشكله ميه، بكثف جرعات الميه، ودي مساعده باللاي او الخرطوم، بزود ميه. بنلاحظ احنا هنا في نموات جديده. تمام، وطبعا يفضل ان انا بعدها بسمد بسماد مركب، بلاش اليوريا، وهنتكلم عليها في خلال المقطع اللي جاي ان شاء الله. بنشوفها بالمنظر ده، اسئله متكرره، نفس المشكله عندهم، نفس المشكله. ده ظاهره دلوقتي منتشره حاليا في الاوقات اللي فيها الجو الحار، بنشوف التايل بالشكل اللي احنا شايفينه، اللي البقعة اللي هي الصفراء أو البنية بعد القص بنلاحظها. مهم المية رقم واحد، شهر 7 وشهر 8 اهتم جدا بالمية. ده بعملية القص بالنسبة للمسطح الأخضر، ده مسطح سي 2000، بنقص مرة كل أسبوع. كل ما نشوف التماسك اللي موجود هنا ومفيش فراغات، نعرف على طول إن المسطح مثالي والتسميد بتاعه ممتاز والري ممتاز. في تشابك هنا، نحس ان زي السجادة زي ما احنا شايفين. يفضل ان انا اقص اسبوعيا، القص اسبوعيا هو مرهق صحيح، بس هو ده اللي بيخليلك التيل عندك مثالي. ده طبعا بعملية الحدية، بتقوم بعد عملية القص على طول، اللي هي الحدية بشيل التيل اللي بيدخل على الاحواض، او في نهاية كل حوض في التقسيم عشان ادي الشكل الجمالي. مهم جدا ان انا اعمل عملية حدية عشان تنسق المسطح الاخضر، تخلي شكله زي ما احنا شايفين جيد. تمام، من الاسئله برضو اللي هي بتطرح علينا بصفه مستمره، اللي هو التسميد. هنيجي هنا التسميد، في سؤال بيقول لي انا بسمد يوريا، بلاش اليوريا، خلينا في اللي هو السماد المركب، اللي هو سواء 12 12 17 او السماد المركب المتعادل ان بي كي 20 20 20 تي اي، معاه عناصر صغرى. التيل طبعا بمحب جدا، لو اضفت عناصر زي الحديد يبقى ممتاز كمان، شال الاصفرار، بيوزع بالشكل ده. السماد المركب كيلو لكل 100 متر مربع تيل، كيلو من السماد المركب لكل 100، يعني عندك 1000 متر يبقى 10 كيلو. بسمد بعد القص مباشرة وبفتح المية، ممكن اسمد اسبوع واسبوع مفيش مشكله، يعني اسبوع ده سميت اسبوع بعده ما سميتش، بس المهم بعد القص. دي بعض الاسئله اللي بتوصل لي على الحساب عندي، وبشكركم واتمنى نكون موفقين بالنسبه لطرح الموضوع. اشكركم.